واحد من نجومنا العظام في الجيل الذهبي السابق لكرة اليد المصرية، ابو ايد حديد وابو قلب حديد كمان، النجم المصري احمد العطار. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا استاذ سامي، وعايز اقول لك حاجه، يعني حضرتك بتحلل احسن مننا يعني. لا يا ريس، العفو العفو. لا انا بحييك على المقدمه دي، لان فعلا الولاد دي يعني طبعا الناس لازم تعرفهم كويس قوي، لان هم فعلا شرفوا مصر لحد دلوقتي في الدوره الاولمبيه وبطوله العالم اللي اتعملت في مصر. صحيح. ادوا اداء رجولي وكلهم بيحبوا بعض، يعني ما عندهمش الحته اللي هي بنشوفها في الفرق، مش مهم مين يجيب هدف، صح، ولكن اهم حاجه الهدف يدخل. مظبوط. فانا شايف ان الولاد دول فعلا جيل محترم، جيل واعد، زي ما حضرتك قلت عندنا نص الفرقه محترفين خارج مصر، والنص الثاني بيلعب في دوري المحترفين في مصر. الدوله ما دخلتش عليهم. انا من عندك بحيي طبعا رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي، طبعا لانه هو وافق على بطوله العالم في مصر. لولا بطوله العالم في مصر ما كانتش الاولمبياد اتعملت يا استاذ سامر، لان فعلا العالم كله كان خايف يعمل اي بطوله وخايف يخش في اي ريسك، ولكن الدوله المصريه القويه قدرت تاخد قرار في وقت صعب، العالم كله بيلغي بطولاته، ولكن وقفت الدوله المصريه بقوتها وقالت لازم نعمل البطوله ونرجع البطولات العالميه تاني ان هي تتلعب. بعديها اتلعب كاس عالم للانديه اللي شارك فيه النادي الاهلي، بطوله اوروبا اتلعبت، الاولمبيات اتلعبت. اذا مصر رائده في كل مجالات رياضه، سياسه، الحمد لله. فحاجه جميله جدا ومشرفه، والفضل كله يرجع للدوله المصريه. كابتن عطار، انا متاكد ان انت فرحان زينا واكتر طبعا، لانك واحد من اساطير ونجوم اللعبه بالجيل الحالي، وحضرتك توافقني الراي انه ربما بخلاف المواهب الكتير الحمد لله اللي موجوده في الجيل الحالي، بس اهم ميزه عندهم انه ما عندهمش عقده نقص لما بيقابلوا الفرق الكبيره، بتحس انه الفروق بقى دايبه بينهم. اكيد اكيد كلام حضرتك مليون في الميه صح، لان اللي يميز الجيل ده ان هو على مستوى الشباب والناشئين بطل عالم، صح، وتاني عالم وتالت عالم. فلما بيدخل يلعب ويكبر ويخش في الفريق الاول ما بيبقاش عنده رهبه، بيبقى واقف على منصه التتويج، خد الغمار البطولات العالميه والمنافسات لاخر مدى. فدي نقطه موجوده. النقطه الثانيه عدد المحترفين الكبير اللي هو بقى 7 لعيبه زي ما حضرتك قلت، برضو علي زين انضم حديثا كمان من نادي الشارقه، يعني من نادي الشارقه في الامارات يطلع برشلونه، ده دليل ان هو لاعب جيد ولاعب كويس طبعا، وقدر برشلونه يثق فيه كبطل لبطولات اوروبا ومن اعظم انديه العالم في كره اليد. صحيح. في نقطه ثانيه مهمه يمكن حضرتك تشرحها للساده المشاهدين، انه في ميزه في هذا المنتخب انه المهارات متنوعه. يمكن في جيل حضرتك كان معظم اللعيبه يمكن كان بتعتمد على فكره الضريبه الاقويه زي حضرتك كده، كان المعلقين يقول لك لو احمد العطار طلع فوق خلاص الموضوع انتهى. فعلا. دلوقتي المنتخب الحقيقه تشكيله متنوعه مختلفه، وده اللي مساعد باروندو على انه يستخدمهم ويوظفهم كويس. كلام اكيد. واختلف كره اليد لان حصل تعديلات في القانون في اخر 15 سنه، ابتدى تعديلات في الاتحاد الدولي ان هو السنتره السريعه وان هو حارس المرمى ممكن يطلع. كان الاول حارس المرمى كان لازم يلبس تيشيرت معين ومتشال من عليه مكان الرقم بتاع اللاعب، انما دلوقتي اللعبه بقت اسرع، اللعبه بقت اقوى، عدد اللاعبين اللي بقى موجود في عدد البطولات اللي اتعملت اضافيه. صحيح. كل الحاجات دي عملت يعني رواج للعبه، عملت سرعه للاداء، المهارات زادت، بقت العمليه مش تصويب من الخلف بس، لا بقى حتى ممكن المدافع زي المصري ما حضرتك قلت يقدر يجيب هدف في حاله تغيير حارس المرمى، المرمى بيبقى خالي كتير جدا. بعض الفرق الاسكندنافيه يمكن عندهم تطور كبير جدا، ان هو حتى مش في حاله نقص اللاعب من عندهم، في حاله ان هو بيحس ان الهجوم بتاعه
ضعيف شويه او الدفاع بيبقى قوي بيستعين بحارس المرمى يطلعه، ويستعين بلاعب مظبوط اضافي بيبقى 7 لعيبه. على فكره باروندو عملها النهارده في اخر 10 دقائق في الماتش، ابتدينا نجدها كويس جدا. وكمان عشان الماتش لما بيبقى فيه انت عندك اريحيه في السكور ابتدى يجربها عشان الماتشات اللي جايه. انما عندنا الدوري الاسكندنافيه يعني هم طبعا اقوياء جدا، وخصوصا بطل العالم وبطل اولمبياد الدنمارك. صحيح. يمكن لعب بيها، بيلعب بيها قدام المنتخبات الكبيره وبيلعب بيها بصفه دايمه، ودي يمكن هم بيجدوها يمكن رقم واحد في العالم. ان شاء الله في الاحتكاكات اللي جايه باذن الله كل ما هنلعب بيها اكتر كل ما هتبقى ميزه اكتر ان شاء الله باذن الله المنتخب المصري. انا رايي المتواضع انه احسن اختيار لينا في السيمي فاينل فرنسا اللي احنا هنقابلها، رايك ايه؟ انت حضرتك بقى تيجي تدرب المنتخب بقى يا راي يا ريس، احنا بنتعلم احنا بنتعلم منكم. لا بس يعني هو طبعا المنتخب الفرنسي يمكن فعلا قابلناهم في اللقاء الاخير قبل البطوله 15 يوم. وهم يعني كنا متعادلين مع بعض، يمكن الحكم جاملهم كاصحاب الارض في اخر كوره في اخر الكوره، وحسب على المصري طبعا ان هو كارت احمر زي الكوره اللي حصلت امام في الدنمارك في مصر. ولكن احنا الحمد لله عملنا لقاء قوي جدا. وعلى فكره يا استاذ سامر، كل المنتخبات بعد لقاء النهارده كل المنتخبات هتخاف تواجه المنتخب المصري، هيبقى الماتش بالنسبه لهم صعب جدا. صحيح. اعتقد المنتخب الفرنسي من النهارده يمكن يعني هيعمل محاضرات كتير وهيقعدوا يفصصوا لعيبه منتخب مصر كلهم. صحيح. ونقاط الهجوم القويه والدفاع القوي وهنداوي، وبعدين احنا كمان النهارده هنداوي كان موفق. لا احنا عندنا الطيار برضه يقدر يبقى زي هنداوي، فاحنا عندنا البدايل، وده اللي بيميز الجيل ده ان احنا عندنا الدكه ما تفرقش كتير جدا. صحيح. عن اللي موجودين داخل الملعب. ده كلام مظبوط 100%. بشكرك وان شاء الله يبقى بينا اتصال ليوم السيمي فاينل، نهني نفسنا باذن الله على الانتصار يا كابتن عطار. ان شاء الله يا استاذ سامي. شكرا شكرا على الدعم الكبير ده للمنتخب. شكرا جزيلا. واحد من نجوم واساطير اللعبه في التسعينات وبدايه الالفينات الكابتن احمد العطار، واللي ما شافش احمد العطار وهو بيلعب هاند بول نقصه كتير، خسر كتير. احمد العطار كان اسمه المطرقه، مطرقه احمد العطار زي ما انتم شفتوا صورته كده، وهو ده على فكره صورته ده وهو قاعد، اللهم صل على النبي، الصوره اللي احنا جبناها لكم من شويه دي بالبدله وبتاع ده وهو قاعد، لو وقف العطار مشكله، لو نط بقى العطار ده كده وهو قاعد قاعد على كرسي اهو، لو نط بقى العطار قابلني. كان ساعتها المعلقين كده يقول لك لو احمد العطار خد الخطوتين بتوعه ونط مفيش حائط صد ولا حارس مرمى يجيب كره من ايده، وايده كانت بسم الله ما شاء الله مطرقه وعارفه سكتها. فكنا بنستمتع بالعطار في صولاته وجولاته مع منتخب مصر على مدار سنوات طويلة جدا، وطبعا كان من الجيل الذهبي اللي حقق المركز الرابع في بطولة العالم في فرنسا 2001.